صورة عادية، مدرسة للذكور في العاصمة اليمنية صنعاء، ولكن ثمة وضع غير عادي خلف جدران الأقسام. تلاميذ كثيرون يطلبون العلم وهم يفترشون الأرض. رسميا يوجد مليونات تلميذ يمني بدون مقاعد، الصفوف مكتظة لدرجة أنه من الصعب تحديد قدرة الاستيعاب لدى التلاميذ، ولا تعرف حدود صبر المدرس في التعامل مع كل هذه الأعداد. الحل ليس في توفير مزيد من الكراسي، بل في بناء مؤسسات تعليمية جديدة في ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا. أربعة طلاب فوق كرسي واحد ما يستمر أسبوع وأكسر، نبزل الورشة نلاح مرة ثانية ونكسر مرة ثانية، وما يطولنا من الوزارة إلا برا سنتين أو ثلاث، يعني دفعة 200-150 لمدرسة كامل. تقول جمعية يمنية إن ميزانية الدولة في مجال التعليم لا تتجاوز 5%. لا حاجة لعملية حساب لمعرفة أن عدد قطع السلاح في اليمن أكبر بكثير من مقاعد الدراسة المتوفرة في المؤسسات التعليمية. سعي الحكومة لتشجيع التعليم وتقليص عمالة الأطفال لا يكفي دون توفير بيئة مناسبة للمدرس والتلميذ. المسؤول عن هذا الوضع غير الطبيعي هي الحكومة السابقة حسب ما يقول وزير التربية الحالي. السبب حينما عرفنا وجدنا الموضوع موضوع سياسات للأسف الشديد، وإلا كان ممكن لو أن هناك جدية لدى الوزارة السابقة كان ممكن تعمل بعض السياسات، منها عدم بناء أي مبنى ما لم يكن ضمن مكوناته مقاعد دراسية، من ضمنها التوجيه إلى المجالس المحلية بأن تجعل ضمن مكونها في الباب الرابع الجانب الاستثماري مقاعد دراسية. حتى يستثمر أحدهم أكثر في تربية الأجيال، يبقى في اليمن مليون تلميذ بلا مقاعد، وأقلهم حظا هم أطفال عمال. وينضم إلينا من صنعاء عبد الله بدهش منظمة